حاجة الغريبة شوية، لو عايزين مساعدة من أي حد، من أي حد في مباراة تونس، يعني غير دعائكم طبعا، يعني أنا عايز دعائكم بالتأكيد، لكن عايز المية دي، أنا عايز شوية المية دول. إيه ده؟ إيه ده؟ أنا عايز شوية المية دول يا جماعة، نفسي في شوية المية دول. سافروا معانا تونس إن شاء الرحمن كده، ربنا يكرمنا بإذن الله بشوية المية دول. الراجل إيه؟ خلي بالكوا بس، يعني أنت بص الحكم الرابع محمد يوسف، ده اسمه محمد يوسف، هيجي يتكلم معاه تمام؟ وبعدين محمد يوسف ده الموضوع ممتد، بص كمله بس، اتفضل يا عم، اتفضل يا عم. الدقيقة 68، اللقطة دي في الدقيقة 68، اتفضل يا عم. بصوا النتيجة إيه؟ 1-0. يا أخي بقدرة قادر سرها باتع المايه دي، سرها باتع، سرها باتع. انتوا عارفين محمد يوسف لما سألوا طارق سامي، او طارق سامي ما كانش محتاج انه يسأله، ده هو حكم على طول، يعني خاف يتسخط، يعني طارق سامي ومحمد يوسف خافوا يتسخطوا. فبعد المايه دي، بعد المايه دي، انا محتاج المايه دي في الماتش اللي جاي بصراحه، مش محتاج الدعاء ولا حاجة، يعني محتاج الدعاء، آسف، والمية دي، يعني محتاج دعواتكم والمية دي الحقيقة. وأنا اللي هجيب التوابل، التوابل بقى يعني ممكن تبقى إيه، ورك نملة، رجل ضفدع، ماشي مفيش مشكلة. 2019، داخلين على 2019، يا نهار أسود يا جدعان، يا نهار أسود يا جدعان. أوكي.